قلنا ان احنا كلنا ايدينا في ايدين بعض. السيد رئيس الجمهوريه امبارح قال بشكل واضح ان تحيا مصر بكل المصريين، فكل المصريين لازم كلنا نبقى ايدينا في ايدين بعض، كلنا جنب بعض. ما نقدرش، ما فيش حد ابدا ممكن يفرقنا باذن الله طول ما احنا جنب بعض. كل التحديات اللي بنواجهها وهي تحديات صعبه جدا وكبيره جدا على كل المستويات نقدر نواجهها باذن الله، والقادم يكون افضل باذن الله لمصر. أول كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وشعب مصر كله طيب في هذا العيد، عيد الميلاد المجيد، وكمان كل سنة والسيد الرئيس طيب. نشكره على الهدية امبارح اللي قالها، أولا نيجي الكاتدرائية، وثانيا إنه وعد بإتمام ترميمات الكنائس. احنا كلنا الشعب المصري كله عنده رساله واحده، ان احنا نسيب وعينا. محدش يقدر يخش بين، محدش يقدر يخش بين اقباط ومسلمي ان هم اجر. والكلام ده كلام مش نظري، ان الاحداث على الارض اثبتته في كل المناسبات التاريخيه، واخرها في 30 يونيو اما كنا كلنا كل الشعب المصري كان واقف وقف واحد، لا مسلمين لا اقباط، مفيش فرق بين مسلم وكفر. حب وسلام ورسالة لدى يا سيد المسيح، المحبة والسلام عايزين نحققها كمصريين بحب وتفاني وإخلاص، كل واحد فينا في مكان عمله وفي مكان المسؤولية اللي هو فيها. كل عام وأنتم جميعا بخير وسلام وفرح.